السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليدز اند جنتلمان، عندنا اليوم قصة جديدة. بعد مدة طويلة من آخر مقطع نزلنا في قصة قررت إني أتكلم لكم عن أحد أجمل الأشياء اللي اقتنيتها في حياتي. واحدة يا جماعة لو إنها كائن حي ممكن أتزوجها من حبي لها. لا أحمد، هدي اللعب، هدي. لا 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 حد يروح تفكيره بعيد يا جماعة الخير. اليوم مقطعنا عن قصص وحوادث ومواقف صارت لي مع الحب. سيارتي اللي انت اللي تابعني من اول وشاف مقطع الفلوج حقي شاف ان عندي سيارة الانترا يا جماعة. السيارة ما فيها اي جزء سليم، لكن قبل لا ندخل على طول بالقصة وبالاشياء، اخر مقطع قصة يا جماعة وصل تقريبا 500,000 لايك. هذا دل على انكم مرة تبغون اقول قصص، لكن انا ما ابي اصور واصرف لكم، ابي اعطيكم اشياء فعلا صارت لي عشان يكون المقطع عفوي جدا. تأكد انك مشترك وضغط لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا اخوان، للي ما يدري انا عندي سيارة ابوي طلع لي اياها يا جماعة ايام الثانية. السيارة هذه في بدايتها كنت اعملها كأنها وردة، كنت اعملها بحب جدا، مرة احبها. ليش؟ لانها اول سيارة لي وبيني وبينها عشرة عمر وكنت ابيها، ما ادري ليش كنت ابيها. سيارتي هونداي الانترا 2015، سيارة طلعتها وانا بالصف الثاني ثانوي. جميل. كلمت لكم قبل عن قصة اني قد سحبت جرنط قدام باب بيتنا وتداهمت فجأة من دورية من تحت الارض وابوي طرحني. هذه يا جماعة القصة كانت بعد فترة طويلة من مسيرة حب وعشق مع السيارة، نتج عنها أشياء قبل خلتني أوصل للمرحلة هذه. نتكلم اليوم عن بعضها عشان أعطيكم نبذة سريعة كذا خفيفة. أنا من الناس اللي ما أحب الزحف، لكن واحد هطف أتكوك بثانية إذا معاي واحد عزز لي قال لي طب ما عندي مشكلة. فمن المواقف يا جماعة اللي صارت على السيارة وصارت لي أنا وياها والأشياء اللي ما أدري كيف طلعت منها سليم، اللهم لك الحمد. واحدة من المواقف أيام المدرسة، كان معي واحد من العيال اسمه عزيز الزهراني. أبو زهرة سلام عليكم، أمسي عليك وأصبح. كنا طالعين يا جماعة من المدرسة، كان وقت مطر. تمام، مدرستنا بحاول أطلع لكم صورة، هي تحت في الشارع والمواقف فوق مرتفعة، يعني عندنا تقريبا ارتفاع الأرض الشارع حق المدرسة عن المواقف اللي فوق تقريبا 30-40 متر، ما أدري بالرينج كم بالضبط. الارتفاع هذا جاي على شكل دحديرة لكنها من حجر ورمل، زي الطلعة زي الجبل الصغير. ففي يوم من الأيام بعد ما خلص الدوام والجو زين وأبو زهرة معي في السيارة، الله يسوي وجه إبليسة، كان العيال أخويانا وقروبنا يعني من باب يعني الترفيه اللي الله لا يرد ترفيه، كان مع الجو الطيب كذا والرصيف الناعم يجيك واحد كذا يعطيها سحبة جلنط كسر يسار يمين، قالبين الوضع حرفيا تزلج فوق. اللي معاه موتر صغير وتشوف فوق قاعد يتزلج، ممتاز. طبعا اخوكم احمد ماله بالسوالف هذه يا جماعة الخير، والله العظيم اني مالي في السوالف. قلت لكم اول وعد اقول لكم انا انسان سبك، اي كلمة تديني وتجيبني، فما بالكم اذا خوي زهراني الله يطول بعمره وقاعد يعزز لي انا يا القحطاني. فاجتمعوا هذول الاثنين يبون يسوون شو للشباب اللي معانا اخويانا، يا زحيفة احنا ايش فيكم عيال. اللي صار يا جماعة الخير ان هذا احنا فوق والدحديرة جاية كذا، وهنا في رصيف العالم اللي طلع من المدرسة تحت وعندنا فوق، ممتاز. والله يا عيال اني ما ادري ايش كان في مخي بالضبط الوقت هذاك، قعدت اطالع العالم تسوي سحب جلنطات، انا ما ادري اذا اسحب جلنط بعدين ايش اسوي. دقيقة، كنت احسب اني اسحب جلنط والموتر خلاص بيتزلج بيسوي زيه، ما كنت ادري. فاللي صار يا عيال ان خوي اللي راكب جنبي قاعد يضحك ويطالع فيني، يبيني اسوي بس ما يبغى يقولها علني عشان اذا صار شيء ما ياكل تبنه. فقعدت اضحك طالع فيه. السرعة 40-50، ما سرعت ابدا، وفي الارض غرقة يعني الموي في الارض والارض فيها غرق. جيت يا جماعة الخير ابغى اسوي زيهم، ابغى اسحب الجلنط لاني ادري ان الجلنط هو اللي بيسوي الشيء الاول، لكن الشيء الثاني ما ادري ايش. رحت قدام مسرع انا فوق والدحديرة جنبي، سحبت الجلنط ودعست بريك. ايش صار بالسيارة؟ السيارة سوت 360 بالغلط، ما كنت قاصد، لكن اللي صار ايش تتوقعون؟ لا ما رجعت على الشارع، حولت على الدحديرة. هذه السيارة يا جماعة الخير في الموقف اللي أنا فيه، الجوال هي الانترا، هذه الدحديرة جاية ميلان خفيف، أنا سحبت الجلنط كذا وسوت السيارة كذا وقامت الدحديرة على وراء وأنزل بسرعة لا أعلم ما هي. أول ما دعست البريك والسيارة تدحدر من فوق على تحت تك 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 تك، ألا أنا محظن؟ وين تتوقعون؟ عند باب المدرسة. نهاية الدوام يا جماعة الخير،
الطلاب طالعين من المدرسة، المدرسين طالعين، الكل يعرف سيارتي أحمد، مين عنده سيارة مصدمة من كل مكان ما فيها طيس مكت تمام العوب في حسبتها، مين يا شباب؟ أحمد القحطاني صف ثاني جيم يا جماعة الخير. المهم أول ما طاحت السيارة أنا بدون ما أستوعب طلع خويي حاط الموتر إن، ما أدري ليش حاط إن أبو زهر الله يطول بعمره، دف أبو زهر الموتر إن وأنا نازل تحت ما قبعت بأي شيء، الموتر من تحت انضرب تحت مرة ضرب قوي، لكن توقعت إني قاعد أمشي وأدعس بنزين وأسمع الموتر يقول الموتر قاعد يطلع الصوت هذا، أنا أحسب إني مفروض أمشي. طلع أبو زهر مرتبك ويطالع يمينه وأنا أطالع يميني مع العالم اللي طالع فينا مع عج أخبار رمل، الرمل نازل من فوق والعالم مع المطر كذا الدنيا نحاسه، وانا قاعد ادعس يا جماعه الخير ابغى الموتر يتحرك وانا اشوفه ما يتحرك، ايش السالفه؟ اطالع يميني الا الدلخ اللي جنبي حاطه ان، واحول عليه واسبه واحطه دي واقول الله ياخذك. طبعا دزيت بس مو معناته اني يعني نجوت. اللي صار للموتر يا جماعه الخير انه ما ادري صراحه والله العظيم، لاني كملت يومي الطبيعي كانه ما صار اي شيء من القنطه، لكن اليوم اللي بعده الواد الله يطول عمره حضر عندنا، المشرف الله يطول عمره حضر، والمدير والجماعه كلهم الطيبين كانوا مستقبليني، تعرفوا انها انا وصارت مشاكل عائليه ما احتاج تعرفونها، وهذا احد المواقف نمبر 1. هذا الموقف يا جماعه كان في البدايات اللي انا بديت فيها شوي اروح الطريق مو بطريقي، انا مالي بدي السوالف، انا كل مره اقول الكلام هذا عشان ابوي، ها ابوي والله اني مالي بدي السوالف، وانت تدري اني انا ولد سيده بس يعني ما اعرف اسوق، ما اعرف اسوق والله ما اعرف اسوق. المهم روح للسالفه الثانيه والسالفه الاقوى، سالفه اللي فيها انا كنت بين امرين، طريق الحق وطريق الظلم. اسمع الزلمة قروبنا الله يعطيه العافية كان أول كوميدي شوي عن اللزوم، فكنا برمضان يا جماعة الخير بعد ما نخلص فطور وسحور نحب نتحرش ببعض تحرش يعني مؤدب شوي بعيدا عن التلفظ عشان ما نجرح صيامنا، فكنا نتحرش ببعض مو باللسان ولا باليد بالسيارات. الله يا أخواني ما أنسى ذاك اليوم إلى الثانية اللي أنا أكلمكم فيها. إيش صار يا أحمد؟ أنا أحمد سيارتي الانترا، أنا ومعاي خويي واحد من الشباب ما بقول اسمه، والثاني عمر معاه فورد، احفظوا الأسماء، أحمد عمر، عمر معاه فورد، أحمد معاه الانترا، تمام؟ كانت عندنا فقرة اسمها فقرة المبزرة اللي ناخذ فيها بقايا السحور ونقعد نرميها على سيارات بعض من باب الضحك، ويلا روح غسل سيارات كهطف وانت صايم عشان يعني تتعب. ففي ذاك اليوم يا جماعة الخير أنا وعمر الظاهر أن احنا شخصناها شوي عن اللزوم، نعم، قررنا أن احنا مو نرمي، قررنا أن احنا نلوت من البقالة بيض لبن تونة زيت موارد بهذا الشكل، وكل واحد يخزن بسيارته هو المعزز حقه، تمام؟ إلى الآن تمام، كل واحد لوت، طلعنا من البقالة كل واحد راكب سيارته وبدينا المز في الحديقة. دائما الحدائق هذه تصير منها المشاكل، الحدائق جمعات الحدائق الشاب هذه صباح رمضان انتبهوا منها، انتبهوا منها بليز تلقى زابن تحت. المهم بداها عمر، عمر كان معاه لبن، كب على سيارتي شوية لبن ويضحك، وانا اقول ها 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 واضحك معاه وضع ضحك مسح بالمساحة لبن كذا مبزرة يا جماعة الخير، والتصرفات اللي سويتها انقد على نفسي فيها ليومكم هذا. بقول لكم ليش، الشخص المعزز معاي اللي راكب جنبي خويي برضو خوي العيال كان ماخذ الموضوع يعني مو فقط طقطقة، لا مين اخر واحد يسبح الثاني ومين واحد يخرب سيارة الثاني يرمي عليها، فطلع حبة بيض ويصفقها باقوى ما عنده بدون ما يعطيني خبر او ينبهني في درجة الراكب الامامي اللي في البورد اللي هو عمر، واول ما رماها وانا ماني متجهز قال يا احمد دز 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 انا دزيت انا دزيت، وطالع الا والله البيض في السيارة لاصق بالزازة الامامية حقت الراكب، ويلحقني عمر وخذ لك تقريبا من 5 إلى 10 دقائق مطاردة قاعدين ندور على بعض في مربع حق الحديقة. تعرف الطفل اللي ضربته وقال آخر من ضربه زبن؟ نفس الكلام لكن بالسيارات. طبعا أخوكم أحمد السواقة بجهة وهو بجهة يحسب أن الوضع نفس الألعاب درفتا وأدعس متى ما أبغى وهدي متى ما أبغى ما أدري عن شيء مسكين، وخوي اللي معاي يضحك ما بقول اسمه وقاعد من اليوم يرمي عليهم كأننا تعرفون كراش سيارات، والله يا عيال كراش سيارات، أنا قدامهم من ورا يضحك ويرمي عليهم الدريشة هم يلحقونا. قعدنا ندور 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 لين ما قدروا يجيبوني، وكب على سيارتي حاجة بمحل الزينة أتوقع يا أنه صبغ أو 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 شمع ما أدري مادة كده سائلة تنحط على الحكات عشان تروح، نسيت اسمها والله فيلر ما أدري اسمها والله، كبها على سيارتي أنا يوم كبها على سيارتي خفت لأن هذه المادة ما أدري شو تسوي بالضبط، زعلت أول ما كبها دز وطلع من الحديقة راح كان رايح جهة بيته، قعدت ألحق 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 ويدخل بالحواري ويدخل بالحواري وألحق قاعد أحاول أمسك مقهور مقهور مرة، أول ما عرفت إنه جاي عند بيتهم يبغى يوقف ويسبن وقف عند باب بيته وأنا وخويي مع بعض، جيت أبغى ألحق أرمي عليه بنفس الوقت أبغى أرمي وأبغى ألف ما أدري مخي إيش كان، أشرح لكم مكان بيته، هذا بيته أنا جاي من هنا هنا في لفة يسار طلعك على الشارع أبي أرمي وأزبن، وباقي إلى الآن ما نزل من السيارة وقف عند البيت أبي أرمي وأزبن خلاص أنا أهرب أروح بعيد، في جد داز يا جماعة داخل حارة صباح رمضان أبي أرمي عليه من الدريشة وألف يسار بدون ما أشوف قدامي، وقت الرمية اللي خويي صالح يقول هد هد هد، أول ما قال هد ألا أحمد سلمكم الله داخل على زاوية اللفة ومين قدامه؟ لا مو بيت، لا 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 مو بيت مو بيت،
موتر ضابط في الحرس جيب لاند كروزر واقف وقفة غريبة. أحمد شمع فيه. أول ما دخلت في الباب يا عيال والله العظيم إنها أم الركب يا أخوان، أم الركب في الحقيقة جتني. قمت أتنافض من تحت، دخلت في الموتر على سرعة 40-50 وموتر واقف في صباح رمضان، الشارع فاضي وهدوء كذا، تسمع صداع. أنا داخل في الموتر، أول ما دخلت في الموتر تعرفون اللي بعد الضحك كذا الكل يتغير نبرة وجهه، اللي يشوفوا نهاية الطقطقة وين وصلت، نهاية مزح، ارمي علي ارمي علي، سبحني أسبحك يعني أسبحكم. وصلت عند قبعة، ومو أي قبعة، الشخص اللي قبعته جار عمر، جيرانهم بيتهم قدام بعض، عمر يعرف السيارة. أول ما قبعت يقول لي عمر أحمد اسبن 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 مالك اسبن أنا بخبيك اسبن اسبن مالك. أنا أطالع فيه، أنا يا جماعة في الموقف هذا والله العظيم أنه فتح لي طريقين، طريق النازع الديني وطريق إبليس. إبليس طلع برمضان ما أدري ما أدري شلون إبليس جاني قاعد يقول لي احمد ازبن، انا قاعد اقول بنفسي لا يا عيال حرام ما يصح ازبن يا عيال لازم احط الموتر، احمد ازبن لا يا شباب والله ما ما ما, ما ينفع، انا اتراجف اتراجف، العيال يطلعون وجهي خدي قاعد يرج من الرجفه والخوف. طبعا وقتها ابوي كان يزعل لاني اطول في الصباح وما ارجع الا متاخر، ورمضان يعني عالم فرض انها هاجده، انا وين ايش قاعد اسوي طول الصباح؟ انا بدا مخي يا عيال ما يفكر زين، بدا مخي ما يفكر زين، اللي معاي قاعد يقول ودني بيتي ويضرب فخذي، واللي راكب يمين طبعا يقولها بضحك وبنفس الوقت قمطه، ما يبي يحسسني الموضوع كبير، والموضوع مره كبير، انا قابع موتر، قابع موتر ما ادري مين راعيه، وخويي قاعد انا وياه نتسابق كاننا مبزره وموتري مقبوع. في اللحظه هذه الامرين والطريقين نفكر، زبنه اوقف وادور راعي الموتر اكلمه، جلست افكر لمده ما تتراوح 30 ثانيه، كل اللي قاعد اسمعه من جنبي احمد امشي، احمد اهرب، احمد امشي، احمد اهرب، احمد امشي، احمد اهرب، يبغوني ازبن، هم قامطين وما يبغوني يلقمونها معي. المهم اتخذت قرار، قرار سريع جدا، ابدا ما حسبت اي حساب، حطيت الموتر ار، قال لي عمر روح ما عليك انا بتفاهم بالموضوع، وعد الموتر لانه يدري ان ابوي دينه ودين القبعات في الموتر، ما يحب احد يخدش، حتى الانترا يعاملها كانها فيصل واحمد، احنا في سياره واحده، تخدش الانترا انا اجي اخدش، انتهى الموضوع. والله يا عيال انه يعاملها كانها روز رايز، تذكرون بقصة اول قصة حقت الجرم، يعاملها كانها روز رايز. بعد ما فكرت اتخذت قرار اني ازبن، طلعت الموتر ار، طلعت يسار، صدامي كله رايح، كبوت داخل ومعفوق، الموتر اللي صدمته جيب، وامشي امشي وانا قاعد اتراعد ما ادري ايش اسوي، ما زعلان ضميري قاعد يأنبني يا عيال، الضمير الضمير قاعد يأنبني، قبعت سيارة ايش ذنبه ايش ذنب المسكين، والله كان واقف شوي غلط يعني واقف على لفته، بس ايش ذنبه ايش ذنبه يا اخي، نايم صايم نايم يا اخي يجي عليك في رمضان. المهم نزلت خوي بيته وانا رايح لبيتي، رايح لطريق بيتي يا جماعة الخير وانا اتراعد الا شوي الساعة 9 والله ما انساها يا عيال، ويجيني اتصال من امي. اول ما جاني الاتصال وانا للحين اتراعد، قلبي قلبي قاعد يا عيال، الادرينالين وكل ما املك قاعد يضخ 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 من القمطه، ما ادري ايش اسوي، موتري مصدوم، موتر رجال مصدوم، رمضان جرحت صيام اي جرح ايش سويت، انا تعبان مره 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 والهث من التعب ونهار رمضان وشايل هم كثير. وانا اكلم امي اول ما رفعت الجوال، والله يا اخوان في اللحظه اللي رفعت فيها الجوال ساهر يكملها ساهر في اليوم هذاك، ويصيدني وانا راجع البيت وموتري مقبوع وما قابع موتر وصايم في رمضان وتعبان مره. اول ما قبعني ساهر امي تكلمني، امي شايفه صوتي بتغير، احمد ايش السالفه ليش تاخرت؟ قلت ما حكيت حكه بسيطه انا جاي، اعطيتها الزبده ماني ما اقدر اتحمل ضغطها اكثر بنفجر خلاص، انا وضعي مره صعب لو اقعد اكذب بزياده بجيب العيد. وقفت الموتر عند البيت، نزلت جلست هيك زفير طبعا زبنته مو عند الباب بالضبط، اساس ابوي لو جاني اقدر اخرج نفسي بعد ما اقدر افك. مرت ساعه، العيال للحين في الجروب اللي يصور واللي ها والرجال طالع ما ادري ايش، لين ما جاء عمر اللي كان معي اللي جار اللي صدمته، عمر راعي الفورد جار اللي صدمته مو المعزز حقي اللي صدمته جاره. قلت له عمر اقسم بالله اني ماني مرتاح والله يا اخوان، فتحت الجوال دقيت عليه، عمر الان ابيك تنزل تروح تحط رقمي عند باب سيارته عشان اول ما اشوفه يدق علي ونشوف حل. طبعا انا طالب ثانوي كحياة ما بسوي شيء، بس ابى اكلم الرجال وافهم السالفه واحاول قدر المستطاع اني اصلح موتره. عمر خايف وزعلان لانه يحس ان الصدمه صارت بسبته، هو ما له ذنب لانه هو له ذنب لانه اعطاني وجه اني الحقه، لكن خايف، قال لي خلاص ابشر انا بنزل وبحط الرقم وهو ان شاء الله يدق عليك. قلت له طيب هو يعرفه جارهم. المهم يا جماعه الخير طلع عمر حط الرقم على كلامه لي، مرت الايام قدرت اخرج ابوي، ما بقول لكم ايش صار انتم تعرفون ايش سوى ابوي، ما راح اقول لكم لان هذه مواضيع ومشاكل عائليه بشكل عائليه، بس اللي اذكر اني ما سكت يعني لمده طويله بعد والله يا جماعه ما طقطق اني ما سكت لمده طويله. مرت ايام تقابلنا في المدرسه، يا ولد ما دق علي ايش السالفه ايش السالفه ما ادري ايش، يا ولد السياره وين؟ قال لي يا احمد السياره ما عاد ترى نشوفها، اتوقع انه وداي يصلح. قلت يعني ايش؟ قال ممكن سامحك يا احمد انا ما عمر يقوله،
ممكن سامحك. مرت الأيام مرت الأيام مرت الأيام يا جماعة، كملنا شهر من السالفة، فتحنا موضوع مرة في جلسة من الجلسات على سوالف المبزرة اللي كنا نسويها. بعدين قلت أنا الله يستر عليه ذاك، الله يوفقه راعي الجيب اللي قبعته ولا دق عليه ولا سوى شيء. أول ما قلتها يا جماعة الخير لا يرديني، لفيت على عمر طالع فيه، لقيت عمر مبتسم ابتسامة ويطالع بالأرض. اسمع يا جماعة، عمر مبتسم يطالع بالأرض، أنا استغربت قلت قاعد طالع فيه وهو يضحك وطالع بالأرض وما سوى أي تعليق، ولا قلبي نغزني. إيش تتوقعون يا عيال عمر سوى؟ أنا مو طلبته إنه يحط ورقة، لا عمر أنت حطيت ورقة على السيارة يوم طلبتك فيها رقمي، طالع فيني يا عيال، عطاي نفس النظرة اللي كان ينظر تحت. يوم ضحك عمر عرفت إن المسيح الدجال الكذاب ما حط الورقة ولا سوى شيء. والرجال طلع طول الوقت له اللي شكل، ما أدري صار معاه والله ما أدري صار معاه. طلعت فيه كنت أسبه وقل له عمر رد علي حط له ورقة، قال ما يضحك، قولي أحمد مالك حطتها. هو يضحك، أنا أدري إنك كذاب، هو يدري إني أنا أدري إنك كذاب بس ما يبغى يقولها، ما يبغى يحسسني بتأنيب الضمير. قلت له يا عمر حطيتها ولا هذا في رقبتي ليوم الدين، قام يضحك قال حطيت. المهم الصدق إنه ما حط الورقة ومشى مخرج إنه ممكن الورقة طاح. ومرت الأيام وإلى يومكم هذا والله يا جماعة أنا ما أدري الرجل صلح موتره ولا سامحني ولا هو مأمن شامل، والله ما أدري. لكن إذا في واحد موتره جيب انقبع قبل 4-5 سنوات وطالعني الآن، حاب أقول لك إن اللهم لك الحمد ربي رزقني وأقدر أسددك. فعشان كذا أنا أقول ذا الكلام وأنا والله ما طقطق يا جماعة الخير، والله العظيم إنه بعيدة عن القصة يا عيال، أنا ودي بس ما أدري صراحة، ودي أعرف إيش صار، ودي أسمع من الجهة الثانية، بس المشكلة إني ما أدري هل أنا بأنفرش إذا جيت سألت. والله يا عيال إنه بعد ما خلصت جلسة إني كنت رايح للبيت أفكر أدق الجرس، بس قاعد أقول ما أدري هل ينفع، هل عمر صادق كذا، قمت أوسوس. المهم ما نستفيده من القصة اليوم، أتمنى إنكم استمتعتوا فيها يا جماعة الخير. انتبهوا من المزح، لازم أحط لكم فائدة بالأخير، ما تطلع إلا بفائدة لازم، عشان يقول أحمد هادف أنا هادف شوفوا. فانتبهوا من المزح الثقيل، مزح المواتر دائما، مزح المواتر يجيب فيكم العيد. عاد عندي لسه براسي لليل ما خلصت منها، بس هذه باقي فيه أشياء كثيرة. إذا تحبون النوع هذا اللي يسولف فيه على أشياء صارت لي علموني يا عيال، اشتركوا إذا أنتم مشتركين، سووا لايك. أتمنى إني ما كنت ثقيل عليكم، الله يسعدكم، مقطع خفيف كذا أتمنى إنكم استمتعتوا فيه، شكرا من أعماق قلبي. في الختام حاب أقول لكم رابط المرشنداز والملابس عندي، رابط تحت في المتجر إذا حاب تشتري، وإذا ودك تدعمني فورتنايت إس 6B. كان معكم أحمد شونج إكس بونج، الله يسعد الوجه. قولوا آمين. سلام عليكم. جيش السواحات مسعى خلف القمة وأكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة أكثر نكبر. شونج إكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز S6B أفضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاد بظهري في جمهوري، أقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بداية، دامي سيد في الرواية، راح أكمل بطريقي ما أشوف صفحة نهاية.